نحن بجوار الأثر الأعظم والأجمل، توت عنخ آمون. سيادة الوزير، أنا كل ما بقف أمام قناع القناع الذهبي لتوت عنخ آمون بيجيلي حالة من الانبهار. كيف وصل لنا هذا القناع بعد آلاف من السنين بهذه الحالة الممتازة؟ مش حضرتك بس اللي بتنبهري، كلنا والعالم كله. العالم كله هي أشهر قطعة أثرية في العالم. الكشف بتاعه هو أهم كشف أثري في العالم. وبالمناسبة إحنا السنة الجاية بنحتفل بمئة سنة على الاكتشاف. 2022 بالنسبة لنا هي سنة مهمة قوي، هي 200 سنة فك رموز حجر رشيد وعلم الإيجيبتولوجي، ومئة سنة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر 1922 في وادي الملوك. هي القطعة الأشهر والأجمل في العالم، أكثر من 10 كيلو من الذهب المرصع بالأحجار، جمال تفاصيل غير عادي. هو أيقونة للقطع الأثرية في العالم ورمز لمصر. طمني على الدقن، أنا فاكرة الدقن دي كان حصل لها مشكلة. كان 2015 تم التعامل معها بشكل غير سليم، والوزارة في حينها شكلت لجنة مصرية دولية من علماء الترميم، واستغرق الترميم بضعة أشهر، وبعدها على طول تم ترميمها عشان ترجع بشكل علمي سليم، وبتحافظ عليها بنسبة 100%. ولن تنقل القطعة دي ولن تفتح الفترينة إلا عشان النقل مرة واحدة للمتحف المصري الكبير. إحنا النهاردة عندنا في متحف المصري بالتحرير حوالي 10 قطعة توت عنخ آمون بس، الباقي كله اتنقل خلاص المتحف المصري الكبير. طب ليه ما نقلتوش دول كمان؟ عشان ال 1500 سايح اللي جم النهاردة ما ينفعش أقول لهم أنا هنقله في المخزن، لا، لما دول هيتنقل قبل افتتاح المتحف المصري الكبير بأيام، زي متحف الحضارة، زي ما بننقل متحف الحضارة، بحيث لما السياح يجوا ما يحسوش بان هم ما لقوش البطل ده طبعا. ولكن بنطمن الناس ان احنا في قاعه هنا انا شايف انها احلى قاعه واكتر قاعه قيمه اثريه في العالم.